بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية وترحيب من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوسفة، لننطلق وحضراتكم بحثا عن الفوز، بحثا عن الناموس الغالي المنتظر هنالك خلف خط النهاية. لانطلق هنا مع الصدارة ومع أول المراكز، أول التحديات في هذه اللحظات. هنالك من ينطلق، يندفع بكل قوة، يندفع بكل عنفوان على الصدارة في هذه اللحظات. يا سلام، انطلق الهارب، الهارب على الصدارة. سالم بن هاشم بن عبد الله الشامسي يقدم لنا الهارب على الصدارة وعلى أول المراكز، المركز الثاني في هذه اللحظات. يتقدم عرب على المركز الثاني، عمير بن سيف بن معبد بن سيف المشغولي القادم مع عرب المقدم لعرب، بينما المركز الثالث جزيل فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي يقدم لنا جزيل. المركز في هذه اللحظات الرابع، الحضور الوصول في هذه اللحظات من وبران سالم بن سيف بن راشد الشامسي الحاضر مع المركز الرابع. المركز الخامس في هذه اللحظات يتقدم راهل علي بن سلطان بن عواد النعيمي الحاضر في هذه اللحظات، المنطلق بكل قوة بكل عنفوان ليندفع بهذا الاندفاع، لينطلق بهذا الانطلاق على الصدارة وعلى أول المراكز. هنا في هذه اللحظات نعود إلى الهارب، الهارب عرب، عرب والهارب. يا أسماء يا شعارات، بدأت في الانطلاق، بدأت في التحدي، بدأت في الاندفاع بحثا عن الفوز، بحثا عن الناموس وعن الانتصار. أسماء واصلة وأسماء بدأت في الانطلاق، أسماء الاندفاع. هنا نتابع الهارب، الهارب سالم بن هاشم بن عبد الله الشامسي، بينما المركز الثاني وأيضا عرب، عرب عرب عرب، عمير بن سيف بن معضد المشغول. يا الله 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 على هذه الشعارات، الله على هذه الأسماء المتقدمة في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث، الحضور في هذه اللحظات من جزيل، جزيل يا جزيل فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي من يقدم لنا جزيل. وبران مع المركز الرابع، سالم بن سيف الراشد الشامسي من ينطلق في هذه اللحظات ويقدم
لنا أيضا هذه الانطلاقة، هذه الاندفاعة، اندفاعة هذه الأسماء وانطلاقة هذه الأسماء الكبيرة والمثيرة، أسماء مميزة وأسماء خطيرة انضم مع المركز الخامس في هذه اللحظات لينطلق هناك الاندفاع من مكنون. عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي يقدم لنا مكنون، بينما المركز السادس أتابع في هذه اللحظات القدوم والانطلاق من هدف. هنا يصل شعر بن كليب، سيف بن علي بن راشد، بن سويل بن الكتبي الحاضر في هذه اللحظات والمنطلق بكل قوة، المنطلق بكل عنفوان بحثا عن الفوز وعن الناموس، لينضم أيضا في هذه اللحظات الحنيش محمد بن حربي بن هلال الخيل. يا سلام يا سلام يا سلام، انطلاقة في هذه اللحظات راهية. علي بن سلطان بن عواد النعيمي هو الحاضر، هو المنطلق في هذه اللحظات، وكذلك ينضم شهيل محمد بن علي بن الشدي المنصوري الحاضر أيضا بشعاره والمنضم مع شعاره في هذه اللحظات مع المركز التاسع. المركز العاشر الرسمي، الرسمي وصل الرسمي، ليصل سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي ليقدم لنا أيضا انطلاقة الرسمية العشرة المراكز الأولى، العشر الشعارات، الحاضرين، المنطلقين، الباحثين عن الفوز وعن الانتصار الكبير، الانتصار المميز. وأتابع اندفاعة أيضا هذا الشعار، هنالك من يحتل الصدارة، يحتل المقدمة، يحتل الانطلاق الأول، الاندفاع المميز في هذه اللحظات. جزيل يا جزيل يا جزيل يا جزيل، فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي يقدم لنا جزيل، جزيل الحاضر، جزيل المنطلق، جزيل المندفع في هذه اللحظات. يا سلام، المركز الثاني القدوم في هذه اللحظات والوصول والانطلاق من هدف، هدف الباحث عن الأهداف، الباحث عن النواميس، شعار بن كليب ينطلق في هذه اللحظات ويندفع بهذا الاندفاع الممتاز، الاندفاع الكبير. يا سلام يا سلام، المركز الرابع، المركز الرابع، نتابع، نتابع الحضور والأسماء القوية، ليتابع عرب عمير بن سيف بن معضد المشغوني، أتابع في هذه اللحظات الوصول والحضور مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات. الهارب سالم بن هاشم بن عبد الله الشامسي القادم والمنطلق ايضا بشعاره، ويندفع بهذا الاندفاع، يندفع بهذا الاداء، الهارب الهارب. وتابع ايضا القدوم من مكنون عبيد بن سعيد بن زعل السبوسية، ولكن ايضا المركز السادس وصل وبران، 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 سالم بن سيف الراشد الشامسي من يأتينا في هذه اللحظات، وانضمام المركز السابع من الحنيش محمد بن حربي بن هلال الخيلي، الخيلي. وتابع ايضا انضمام من متعب سعيد بن محمد بن حمد الدرعي، وكذلك الرسمي سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي.
القادم في هذه اللحظات. وأتابع أسماء وشعارات بدأت بالحضور، بدأت بالوصول، إلا أن الانطلاق، إلا أن الاندفاع، إلا أن هذا التحدي جزيل يا جزيل يا جزيل، هذا جزيل راعي جزيل، فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي الدرعي، من يقدم لنا جزيل؟ الأداء الجزيل، الأداء الفاخر، الأداء المثير في هذا الصباح مع راعي جزيل، وأداء جزيل، وتحديات جزيل، الاندفاع مع فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي، راعي جزيل، راعي جزيل، وانجازات جزيلة، وحلوم جزيلة. المركز الثاني وصل شعار بن كليب، بن كليب، بن كليب، مع هدف، هدف يا هدف. المركز الثالث الحضور في هذه اللحظات، الوصول، من يصل ويتقدم؟ متعب يا متعب، سعيد بن محمد بن حمد الدرعي، وكذلك المركز الرابع الحنيش محمد بن حربي بن هلال الخيلي. الله الله على الأسماء، وصل في هذه اللحظات وتقدم مشاهدينا الكرام، وينطلق نمرود أحمد بن سالم بالحوت العامري، ولكن الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، يا راعي جزيل، يا راعي جزيل، انطلق جزيل، جزيل نمرود وهدف، وأيضا القادم مخباط عبيد بن نصيب السبوسية، ولكن جزيل، جزيل، جزيل على الصدارة. هنا فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي، روح يا ابو عبد الله، روح، روح يا ابو عبد الله، روح، روح يا راعي جزيل، يا راعي جزيل، جزيل، جزيل. ولكن وصل بن كليب، بن كليب مع هدف، وصل بالحوته، بالحوته يا الدرعي، جزيل نمرود، نمرود وجزيل، جزيل ونمرود، ولكن بالحوته، بالحوته، بالحوته بن كليب الدرعي، ولكن بالحوته يقدم لنا انطلاقه شعاره، يقدم نمرود احمد بن سالم بالحوته، بن كليب قادم، قادم مع هدف، هدف، ولكن نمرود، 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 الامتار الاخيره، المية متر الاخيره، نمرود وهدف، وجزيل عاد، ولكن سلام، سلام يا بالحوته، سلام، سلام على الانتصار. المركز الثاني هدف، من وصل مع المركز الثاني بشعار سيف علي بن راشد بن سويل من المركز الثالث، وصل مشاهدينا الكرام جزيل فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي المركز الرابع، وصل الرسمي سعادة مطرب الحمد الشامسي المركز الخامس، متعب سعيد بن محمد بن حمد الدرعي، التوقيت الزمني 12 دقيقة 47 ثانية 97 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالك